الحقيقة أنا يعني أنا أعرف إن المستشارة الثقافية اتكلمت مع إدارة المهرجان في إنه لازم إحنا أوريدي عندنا هذا النشاط، وأنا بتبنى هذا المشروع من 2012 وترجمة الأفلام الصينية. فالحقيقة أنا تعجبت جدا من إنهم لجأوا للترجمة الإنجليزية والفرنسية، وإحنا في مصر واحنا عندنا ناس مترجمين الحمد لله على مستوى كويس انهم يترجموا افلام صينيه، واحنا اوريدي عندنا مكتبه من الافلام الصينيه المترجمه. فالحقيقه يعني انا مش عارفه هاو كام ان ده يحصل، هل هم ما عندهمش درايه؟ لا هم عندهم، واعتقد اداره المهرجان تعلم ان عن طريق السفاره الصينيه ان هناك مترجمين للافلام الصينيه، واحنا ترجمنا افلام على مستوى عالي جدا. لكن انا الحقيقه يعني منتظره اعرف يعني ايه السبب.